كشفت هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل سرقة أسلحة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة، بينها قذائف وقنابل وأنظمة دفاع حساسة، وأشارت إلى مخاوف السلطات الإسرائيلية من تهريب جزء منها إلى مقاتلي حماس في الضفة الغربية، وأشار إلى أنه قد تمت سرقة العديد من الأسلحة من مناطق تجمع قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب منذ بداية الحرب في غزة، بما في ذلك عدد من الصواريخ من طراز لاو وقذائف الهاون وأنظمة الدفاع المتقدمة للذراع البرية في الجيش. أوضحت الهيئة أن العديد من الأسلحة التي سرقت من قوات الجيش الإسرائيلي تم توزيعها بشكل كبير على المسلحين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعارها.